السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصحافة تقول وجولة منتصف الأسبوع مع الصحف والمواقع الإخبارية معي حسام باصري. الحكومة تدعو المجتمع الدولي ضد الحرب الاقتصادية الحوثية. دولة الإمارات ملتزمون بدعم جهود إرساء الاستقرار والسلام في اليمن. رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي يستقبل السفير الأمريكي. ومن عدن الحزام الأمني يضبط كميات كبيرة من مواد متفجرة. أهلا بكم. دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحرك عاجل لدعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية لوقف الحرب الاقتصادية الحوثية ضد الشعب اليمني وإجراءاتها التعسفية ضد القطاع الخاص والبنوك والقيود التي تفرضها على حركة السلع والمساعدات الإنسانية ودعم جهود مؤسسات الدولة للحفاظ على الوضع الاقتصادي والإنساني من الانهيار. جاء ذلك في بيان لمندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط. وجدد البيان التزام الحكومة اليمنية بخيار ونهج السلام وترحيبها بكافة المبادرات والجهود الرامية إلى إنهاء الحرب التي شنتها الميليشيات الحوثية بما يكفل رفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته في السلام الشامل والمستدام المبني على مرجعات الحل السياسي المتفق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني وعلى رأسها القرار 22/16. من جانبها أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة التزامها بدعم جهود إرساء الاستقرار والسلام في اليمن مطالبة جماعة الحوثي بالالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة وإزالة كافة العقبات والقيود المفروضة على حرية حركة البعثة. ونشرت صحيفة الاتحاد خبرا عن ترحيب دولة الإمارات في بيان ألقاه السفير محمد أبو شهاب نائب المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن يوم أمس بتبني المجلس بالإجماع قرار تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة أونمها معربة عن تقديرها لدور المملكة المتحدة على تقديم وتيسير مشروع القرار. وطالبت الإمارات جماعة الحوثي الالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن وإزالة كافة العقبات والقيود المفروضة على حرية حركة البعثة بما يشمل السماح لها بتسيير دوريات غير معلن عنها للموانئ من دون عراقيل بالإضافة إلى توجيه إيرادات ميناء الحديدة لصالح الشعب اليمني وصرف رواتب الموظفين المتأخرة وفقا لاتفاق ستوكهولم والكف عن استخدام هذه الأموال في تمويل مجهودهم الحربي. قال المجلس الانتقالي الجنوبي في خبر نشره على موقعه الرسمي عن أن اللواء عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي استقبل يوم أمس الاثنين ستيفن فاغن سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن. ووفقا للموقع الرسمي فقد ناقش اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية في ظل تصعيد الحوثي المستجد في عموم الجبهات حيث جدد الزبيدي في هذا الخصوص دعوته للمجتمعين الإقليمي والدولي لاتخاذ موقف حاسم من التحشيد المتواصل للميليشيات الحوثية مشددا على أهمية دعم مجلس القيادة الرئاسي للقيام بدوره في تأمين البلاد وحماية المناطق المحررة من اعتداءات ميليشيات الحوثي التي ترفض كل الجهود الرامية لإنهاء الحرب وإحلال السلام. كما تطرق اللقاء إلى الأوضاع الاقتصادية في المحافظات المحررة في ظل الانهيار المتواصل في سعر صرف العملة المحلية جراء استمرار توقف صادرات النفط إثر الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية في شبوة وحضرموت بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها القوات الأمنية في مجال مكافحة الجماعات الإرهابية وشبكات تهريب الأسلحة للميليشيات الحوثية. ونتوقف أمام هذا الخبر وفي إطار الجهود الأمنية الحثيثة لقيادة قوات الحزام الأمني تمكنت قوات حزام عدن من ضبط ما يقارب 4 أطنان من المواد الكيميائية التي تستخدم للأغراض العسكرية في أحد الهناجر بمدينة إنماء. وقال الموقع الرسمي لقوات الحزام الأمني أنه وبعد تحقيق العديد من الإنجازات من خلال حملات أمنية قام بها الحزام الأمني
تمكن خلالها القبض على العديد من الخلايا الإرهابية وعصابات ترويج المخدرات وضبط العناصر المطلوبة ومنع السلاح وغيرها. وأشار قائد القطاع الأول إلى أن تقرير الخبراء المختصين حول المضبوطات أكد أنها تحتوي على مادة مسحوق الألمنيوم، وهي مادة يمكن خلطها مع بيركلورات الأمونيوم ليتم إنتاج وقود صاروخي قوي، ما يؤكد أنها استوردت لأغراض نشاط عدائي لصنع المتفجرات أو الوقود الدافع. كما أضاف أن الشحنة احتوت كذلك على أكياس من مسحوق أكسيد الحديد والذي يستخدم كمادة مضافة لوقود الصواريخ، حيث يعمل كمحسن معدل الاحتراق. وبالنظر لوجود هذه المادة مع مسحوق الألمنيوم فذلك يثبت أن هذه الشحنة كانت تهدف لإنتاج وقود للصواريخ. أخبارنا مستمرة وتتابعونا بعد الفاصل. القوات الجنوبية تكسر الزحف الحوثي باتجاه لحج. وتدهور كبير للريال اليمني أمام العملات الأجنبية. أهلا بكم من جديد. قال تقرير نشرته وكالة العين الإخبارية أن القوات الجنوبية نجحت أمس الاثنين من كسر زحف عسكري بري لميليشيات الحوثي شمالية لحج، ما كبد الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وقالت الوكالة نقلا عن بيان عسكري ميداني ذكر أن ميليشيات الحوثي هاجمت بشكل واسع مواقع للقوات الجنوبية في محور حيفان طور الباحة على حدود الصبيحة في محاولة لإحراز تقدم ميداني شمال المحافظة الحدودية. كما أكد أن القوات الجنوبية حولت مسار العملية العسكرية من الدفاع إلى الهجوم بعد توجيه ضربات خاطفة ضد الميليشيات الحوثية ملحقة خسائر فادحة في صفوف عناصرها وعتادها. وتأتي المعارك في لحج بعد أيام من ارتكاب ميليشيات الحوثي مجازر بحق المدنيين في المحافظة، والتي أسفرت عن سقوط 8 قتلى وجرحى في هجمات انتقامية ضد أهداف مدنية، حيث تصاعد الميليشيات الحوثية من هجماتها البرية والمدفعية والجوية بالطيران المسير ضد الأهداف المدنية، ما يهدد بإشعال الحرب مجددا وفق مراقبين لوكالة العين الإخبارية. انخفض سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية بشكل حاد ووصل إلى مستويات متدنية، حيث اقترب قيمة سعر صرف الريال اليمني بحسب مصادر مصرفية في المحافظات المحررة من تجاوز حاجز 1500 ريال مقابل الدولار الواحد. واعتبر خبراء اقتصاديون أن تراجع سعر الصرف يعتبر مؤشر خطير جدا يشير إلى تراجعات سريعة قادمة بسبب جفاف رصيد البلد من العملات الأجنبية. وعدد الاقتصاديون الأسباب التي أدت إلى تدهور العملة وعدم استقرار أسعارها، أبرزها توقف تصدير المشتقات النفطية إلى الخارج، ما يحرم البلاد من أهم مصادر العملات الأجنبية، بالإضافة إلى الغياب التام للنشاط الاستثماري بسبب طول أمد الحرب، وكذا تراجع التحويلات المالية إلى الداخل من قبل المغتربين. وكشفوا في توضيحات إعلامية أن هناك عمليات مشبوهة وغسيل للأموال ومحاولات لتفريغ العملات الأجنبية من السوق المحلية عبر تحويلات من اليمن إلى الخارج على حد تعبيرهم. أصدرت الأمم المتحدة تحذير متجدد بشأن عودة وشيكة للفيضانات التي من المتوقع أن تضرب عدة محافظات يمنية هذا الشهر بسبب بداية موسم الأمطار والذي يستمر عادة حتى أواخر أغسطس القادم. وحددت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو في تقرير نشرته على موقعها الرسمي محافظات دمار وإب وعدن ولحج وتعز مناطق يحتمل أن تشهد فيضانات بسبب احتمال هطول أمطار غزيرة. وبحسب كتلة المأوى التي تضم مختلف منظمات الأمم المتحدة المشاركة في جهود الإغاثة الإنسانية في اليمن، فقد ارتفع عدد الأفراد المتضررين من الأمطار الغزيرة والفيضانات التي حدثت في اليمن في الفترة من مارس إلى 24 يونيو الماضي إلى أكثر من 300,000 شخص. ووفقا لأحدث البيانات فقد احتلت الحديدة المرتبة الأولى بين المحافظات الأكثر تضررا من الفيضانات، حيث تأثرت أكثر من 27,000 أسرة، تلتها محافظة عدن في المرتبة الثانية. وإلى هذا الخبر الأخير، نشرت صحيفة الشرق الأوسط تقريرا قالت فيه: في الوقت الذي ظهرت أسراب من الجراد الصحراوي في أجواء مدن صنعاء ومأرب والجوف وحضرموت وشبوة، فقد أكدت مبادرة معنية بالحفاظ على البيئة أن اليمن يحتاج إلى جملة من الإجراءات لمكافحة التصحر، بينها زرع 40 مليون شجرة في ظل اتساع الآثار المرتبطة بالتغير المناخي. وأشارت منظمات أممية ومحلية إلى أن اليمن من المناطق الأساسية لتكاثر الجراد الصحراوي على مدار العام، حيث يتجمع في
أنحاء متفرقة قبل أن تهاجر أسرابه إلى دول المنطقة والإقليم. ونبهت هذه المنظمات إلى أن تغيرات المناخ توفر بيئة خصبة لتكاثر الجراد في المناطق الصحراوية، وتوقعت أن يؤدي ذلك إلى تفاقم خسائر الإنتاج الزراعي، حيث يصنف الجراد كأحد أهم العوامل المساهمة في انعدام الأمن الغذائي في البلاد. والآن مع رسومات الكاريكاتير. ختام هذه الجولة مشاهدينا الأكارم، نشكركم على حسن المتابعة. بل أصلا نحن من نقول، ولكن الصحافة تقول. إلى اللقاء.